لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من مقال نشرته صحيفة طريق الشعب بعنوان مؤشرات اقتصادية للكاتب محمد عبد الرحمن، يقول فيه: لا يزال المراقبون والمحللون ومنظمات دولية يوجهون التحذيرات بشأن آفاق الاقتصاد العراقي في ظل التوجهات والسياسات القائمة، فيما أوساط رسمية عراقية وجهات متنفذة مهيمنة تواصل الحديث وكأن بلادنا ذات اقتصاد متين وراسخ ومتنوع المصادر ويخطو بخطوات ثابتة نحو النمو. وحتى عندما يتم ذكر أرقام عن النمو، فحقيقة الأمر أنه لا يتعدى إيرادات تصدير النفط الخام. يضيف الكاتب: التحذيرات تؤشر ركود الناتج الإجمالي الوطني غير النفطي وارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية واستمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، فيما سعر الصرف ما زالت تتحكم فيه السوق الموازية وسط عجز حكومي واضح عن السيطرة عليه. هذه الأوضاع دفعت إلى المزيد من تدهور القيم الفعلية للأجور والرواتب، مع ارتفاع الأسعار وشحة أو سوء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والنقل، كذلك الاعتماد الكبير على الاستيراد بعدما أصاب الصناعة والزراعة من شلل. الاقتصاديون الجادون والمنظمات الدولية ذات العلاقة يصفون الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد هش، وهذا أساساً مرتبط باعتماد تمويل الموازنة بنسبة تتجاوز 95% من إيرادات النفط، وهي غير خاضعة لسيطرة وتحكم العراق صعوداً وهبوطاً. وفي هذا السياق تقول تقديرات إن هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون 60 دولاراً يمكن أن تنتج عنه كوارث جدية، وعندها ستغطي تلك الإيرادات رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية فقط، واللتين تصلان إلى أكثر من 87 تريليون دينار في الموازنة العامة لسنة 2023. إن استمرار السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة مع تفشي الفساد رغم كل الإجراءات المتخذة لن يقود إلا إلى المزيد من تبذير أموال الدولة وهدرها. وحول ما سمي بقانون المرور الذكي، كتب رائد عمر مقالاً في صحيفة كتابات، جاء فيه: كان الأولى وبالدرجة الأولى عقد ونشر حوارات استباقية لبحث ومناقشة تفاصيل هذا القانون الذكي مع خبراء متخصصين وأساتذة أكاديميين سيما في علم الاجتماع، مع قادة سابقين من ضباط شرطة المرور قبل الشروع في تطبيق هذا القانون. يضيف الكاتب: إذ لكل مجتمع له خصوصيته، والعراق هو الأكثر والأشد خصوصية في شأن شائن، وما برحت إفرازات الاحتلال وانعكاساتها الأخرى على الصعيد الحكومي قائمة إلى غاية الآن، وما تسببه من الفوضى الفائضة عن الحد المعقول، وإذ قانون المرور الذكي ورصد المخالفات يغض النظر بكلتا العينين عن المجالات والمساحات المتاحة لارتكاب المخالفات المرورية الجامحة المعروفة والمشخصة بالتمام والكمال. وإذا جرى تطبيق هذا القانون المرور الذكي ورصد المخالفات يوم الجمعة 15 من الشهر الثالث، فهذا القانون يعوج ويضج بثغرات وثغرات، فالمشرعون أو الذين رسموا ووضعوا أسس هذا القانون فكأنهم تناولوه من زاوية ضيقة إلى حد ما، فلم يأخذوا بنظر الاعتبار أن شرائحاً كثار من المواطنين لا يمتلكون الربط أو الارتباط بشبكة الإنترنت، أو لا يستخدمون الهواتف الذكية التي سترسل لهم مديرية المرور العامة الرسائل النصية الماسجات عن المخالفات المفترضة ومبلغ الغرامات بهذا الشأن.
والبعض الآخر من المواطنين يفتقدون القدرة المالية لاقتناء هذه الأجهزة ومتابعة تجديد الأرصدة والاشتراكات في منظوماتها، وبالتالي سوف تتكدس عليهم غرامات المخالفات المرورية بشكل مضاعف حين تجديد سنويات المركبات أو خلال بيع عجلاتهم، وقد لا تمتلك الطبقات المحدودة الدخل من دفع مبالغ الغرامات المفترضة التي لم يعلموا بها مسبقاً. فماذا سوف يترتب عليهم؟ هل الحبس مثلاً أو أشد من ذلك مالياً أو سواه من اللامعروف؟ تساءلت مجلة ناشونال انترست الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة جدية إزاء فكرة مغادرة العراق بعدما دعت بغداد إلى انسحاب القوات الأمريكية، وفي ظل سخونة الأوضاع الإقليمية، وما إذا كان الوجود العسكري الأمريكي سيصل أخيراً إلى نهايته، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن يريد تجنب أن يواجه ما واجهه من قبل الرئيس الأسبق جيمي كارتر في قضية الرهائن في طهران والتي تسببت بخسارته الانتخابات، في وقت تشهد شعبية الولايات المتحدة في المنطقة أدنى مستوى لها، فيما تظل تزود إسرائيل بالدعم العسكري في حربها ضد قطاع غزة، ما يثير الكثير من الغضب في غالبية أنحاء العالم. التقرير لفت إلى أن دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى خروج سريع ومنظم من خلال التفاوض لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، إلا أنه أكد أن السوداني لم يحدد موعداً نهائياً لإنهاء هذا الوجود، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك ومتى. ومع ذلك قال التقرير إنه من غير المعقول القول إن واشنطن ستنسحب في مثل هذا الوقت بالذات بعد أن تعرضت قواتها لإطلاق نار وتكبدت خسائر بشرية، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة، حيث إن إسرائيل والشركاء الأمريكيين الآخرين سيشعرون أنهم أصبحوا أكثر عرضة للخطر. وأشار التقرير إلى أنه بمقدور زعماء إيران أن يستغلوا انسحاباً أمريكياً ليقدموا صورة أكثر قوة لهم أمام أنصارهم. ونقل التقرير عن الباحث والأستاذ في شؤون الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأمريكية جوشو لانديز قوله إن إدارة بايدن ستحاول البقاء في العراق مع إجراء تعديلات طفيفة على اتفاقها مع الحكومة، مضيفاً أن بايدن لن يرغب في الانسحاب، وبالتأكيد ليس قبل الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. إلى صحيفة العربية الجديد ونقرأ منها مقالة للكاتبة سمية الحداد بعنوان الفلسطينيون في سوريا تحت عصف الأسد. تقول الكاتبة هناك الفلسطينيون الذين عانوا من بطش نظام الأسد في سوريا حتى نكاد نحتار إن كان خروجهم من فلسطين إلى سوريا درءا لهم أم ابتلاء. ومن المفارقات الصعبة عن النفس أن سوريا شهدت في 13 عاما الماضية ما تذكر به إلى حد ما مشاهد المجازر والدمار وانتشال الضحايا وقصف دور العبادة والمدارس وغيرها من الأبنية الخدمية والمنازل والبنى التحتية والمداهمات والاعتقال والنزوح والجوع. ومن ذلك مثلا جاءت مجزرة الطحين قرب دوار النابلسي في شمالي القطاع في 29 من الشهر الماضي فبراير شباط، لتعيد إلى ذاكرتنا مجزرة ساحة الريجة في مخيم اليرموك في دمشق. ولم تكن أحوال الفلسطينيين في عصر بشار الأسد أفضل مما كانوا عليه في عصر أبيه، خصوصاً عقب اندلاع الحراك الشعبي في مارس آذار 2011 الذي انخرط معظمهم فيه بجميع نواحيه، حالهم كحال السوريين، فلقوا ما لقوه من قتل واعتقال وإخفاء وحصار وتجويع وتشريد وسلب للممتلكات، حتى إنه ظهرت لهم صور بين صور قيصر المسربة. من الضروري الإضاءة على بعض الأسماء البارزة من الفلسطينيين الذين اعتقلهم النظام السوري فقضوا تحت التعذيب،
كالمصور نيراز مناد ومهندس البرمجيات باسل خرطبيل، أو اختفوا قسرياً كالصحفي مهند عمر والكاتب علي الشهابي. وهي السياسة نفسها التي اتبعها مع السوريين، وذلك باستهداف الطبقة المثقفة أو ذات التأثير البارز في المجتمع السوري باعتقالهم وتعذيبهم. نظام الأسد الذي تغنى بدعم الفلسطينيين في مقاومتهم للكيان الصهيوني وشجب مجزرة الطحين، وهو النظام نفسه الذي نكل بالفلسطينيين وارتكب المجازر بحقهم. وربما لو علم الفلسطينيون ما سيصيبهم على يد الأسد الشقيق لآثروا البقاء في مجابهة الكيان الصهيوني العدو. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالاً لرئيس تحريره ديفيد هيرست، أشار فيه إلى أن العلامات كافة تؤكد تعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى هزيمة استراتيجية في عدوانها المستمر على قطاع غزة. وبرهن هيرست على طرحه بالإشارة إلى وجود عقبات لا تحصى في وجه دولة الاحتلال، من خسارة الرأي العام الغربي إلى القلق الشديد الذي بات يساور داعميها. بقي العالم الغربي على مدى 75 عاماً لا يبالي، ولكن هذه الحرب تجبر داعمي إسرائيل الغربيين على رؤية الجرائم المرعبة التي ترتكب في حملة وصفوها قبل 5 أشهر فقط بأنها عادلة. حتى الناقد التقدمي لإسرائيل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز قال قبل 5 أشهر إن الحرب ضد حماس عادلة. مستوى التوحش والابتهاج الذي يبديه الجنود الإسرائيليون عندما ينطلقون في عمليات القتل اليومية وتجويع غزة ثم إسقاط منشورات باللغة العربية تقول للفلسطينيين إن عليهم إطعام المحتاجين، وقتل 400 شخص ينتظرون المساعدات، ثم التعهد بإغراق غزة بالمساعدات، كل هذا أكثر بكثير مما يمكن كنسه تحت البساط عندما تتوقف هذه الحرب. خسارة الرأي العام في الغرب واستمرار قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وتآكل الإجماع اليهودي وتململ وقلق داعمي إسرائيل، كل هذه العناصر تشير إلى هزيمة استراتيجية سوف تمنى بها إسرائيل. حتى لو توقفت الحرب الآن، فإن الثمن الذي دفعته إسرائيل حتى تعيد احتلال غزة سوف يكون أعلى بكثير مما كانت ستدفعه قبل 5 أشهر فقط، ولكنها ما زالت لا تدرك ذلك ولا سوف تفعل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
من وكالة الأناضول نستعرض صورا لطفلة استشهدت عائلتها وبترت ساقها. الطفلة الغزاوية رزان تحلم بطرف صناعي. أتمنى تركيب طرف صناعي وأن أصبح طبيبة. بهذه الكلمات التي خطتها الطفلة الفلسطينية رزان عرفات التي تبلغ من العمر 11 عاما على سبورة داخل أحد الفصول المدرسية، تعبر عن حلمها بعد بتر ساقها جراء قصف إسرائيلي. تستند عرفات التي توجد حاليا داخل مركز إيواء في أحد المدارس بمدينة رفح جنوبية قطاع غزة إلى عكازيها وتحاول التخفيف من مشاعرها الحزينة جراء ما أصابها في هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة. فقدت رزان عرفات ساقها اليسرى وأفراد عائلتها بأكملهم في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة غزة، حيث تم إنقاذها من تحت الأنقاض. تعيش الطفلة المكلومة حاليا مع عائلة عمها بعد أن نزحوا إلى مدينة رفح هربا من الغارات الإسرائيلية العنيفة في غزة، فيما لا تزال تكافح من أجل التأقلم على الوضع الجديد. وتقول لمراسل الأناضول: وعيناها الصغيرتان اللامعتان قد غرورقتا بالدموع، أنا الآن وحيدة، فلا أم ولا أب ولا إخوة لي الآن، وكل ما أمتلكه الآن عكازين أستند بهما في المشي، وأعيش مع عائلة عمي في مدرسة في رفح. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نلقاكم بإذن الله.